إن للأسف الشديد كما نعلم أن غير المسلمين بيأخذون المعلومات عن الإسلام إما من الوسائل الإعلامية، وأنتم عارفين أصلاً الوسائل الإعلامية غير يعني إحنا أصلاً وسائلنا الإعلامية في دولنا العربية ودولنا الإسلامية يعني بتوصل الإسلام خطأ، فما بالكم أصلاً لا يسمعون إلى هذه القنوات الإعلامية وإنما يسمعون إلى قنواتهم، يعني طالعين مش هيسمعوا بالعربي هيسمعوا بالإيطالي، ومن الصعب أن القنوات الإيطالية توصل الرسالة الحقيقية والرسالة الصحيحة عن ليه؟ ما يعني ربما هم لا يقصدون وإنما هم وصلتهم هكذا فيوصلونها للناس مشوهة، ده سبيل من سبل المعلومات عن الإسلام. السبيل الثاني من خلال سلوكيات المسلمين الذين يتعاملون معه، أنت في عملك بيأخذوا فكرة عن الإسلام من أعمالك أنت، صح ولا لا؟ من سلوكياتك أنت، يعني واحد مثلا يغش في عملي، واحد بسلوكياته من ناحية قوانين العمل لا يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي حتى القوانين الإيطالية، وده محسوب على الإسلام. ثم بعد ذلك نظرة العالم الغربي إلى العالم العربي والعالم الإسلامي، هم ينظرون إلى دولنا العربية على اعتبار أنها مستنقعات من الجهل والتخلف ودول العالم الثالث ودول العالم الرابع، وأن الناس يهربون من هذه البلدان ويرمون أنفسهم في البحار حتى ولو غرقوا، فيقول لك والله حتى يعني كيف إن هم يعني الشباب في زارة العمر حتى الفتيات يهربن من هذه، يعني ما يعني إيه السبب وراء هذا الهروب؟ مش فيه في دراسات علمية بتقوم بهذه الأمور، وفي إحصائيات وفي بيانات، في حاجة اسمها دراسة المجتمعات، وانت احنا مفكرين مثلا السفارات الموجودة في بلداننا هي فقط لتظبيط الأوراق وهذه الأمور وخلاص والتأشيرات، لا، السفارات دي ده مراكز من مراكز دراسات المجتمعات العربية ودراسة المجتمعات الإسلامية، وفيها أناس يقومون بأبحاث ويقومون بإحصائيات ويقومون ببيانات، وربما تجد في بعض السفارات يعني مستشرقين وأساتذة جامعات وعلماء اجتماعيات وعلماء أنثروبولوجيا، يعني يدرسون المجتمع من كل زوايا ومن كل مناحي، يعني يكونون على علم بالمجتمع العربي أكثر من العربي أنفسه. فلازم كل هذه الأمور نضعها في حسباننا، فنحن نربي أولادنا لكي يوصلوا الرسالة الحقيقية للإسلام حتى نعذر أمام الله سبحانه وتعالى. فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني نحن دورنا أن نحن نوصل الرسالة ونقيم عليهم، إن دخلوا في الإسلام فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحتاج إلى عدد على كل حال. العالم الإسلامي يعني انتوا عارفين يعني ما شاء الله من ناحية الأعداد ومن ناحية ومن ناحية السكان يعني كثر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نحتاج ان احنا نوصل رسالة الإسلام الحقيقية لغير المسلمين. فأولادنا هم الذين يقومون بهذه الأمور لأنهم درسوا في مدارسهم، تعلموا لغاتهم، تربوا مع أولادهم، فهم يعني عندهم المقدرة إن إحنا مهما كانت اللغة التي نتحدث بها، يعني سواء كان الإيطاليين المسلمين الذين يعيشون في إيطاليا أو العرب الذين يعيشون في إيطاليا أو العرب الذين يعيشون في فرنسا أو العرب الذين يعيشون في ألمانيا، مهما كانت اللغة التي نتحدث بها يعني هي لغة قاصرة عن توصيل الرسالة، لأن اللغة التي نتحدث بها ربما تكون لغة الشارع، لغة العمل، بتحاول بقدر الإمكان تمشي أمورك، صح ولا لا؟ مختلفة عن لغة الفكر ولغة الحوار ولغة الثقافة ولغة السياسة. من الذي يستطيع أنه يوصل هذه الرسالة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه،
ليبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأولادنا لأن حتى سبحان الله في بعض الشباب العربي المسلم يستطيع أن يتحدث الإيطالية بقواعدها أحسن من الإيه؟ أحسن من الإيطاليين. زي مثلا بعض الشباب اللي هم لما بيتعلموا اللغة العربية يتحدثون اللغة العربية بنحوها وصرفها وقواعدها وبلاغتها أحسن من العرب، صح ولا لا؟ يعني العربي بيتحدث اللهجة، المغرب يتحدث المغربية، الجزائر يتحدث اللهجة الجزائرية، التونسي يتحدث التونسية، المصري يتحدث لكن الغير العربي لما يتحدث يتحدث الايه؟ يتحدث العربية الفصحى. اللهم إلا إذا بقى يعني جلس مثلا في دولة مثلا عربية فترة زمنية طويلة فربما يتحدث بنفس الايه؟ بنفس اللهجة التي يتحدثونها. فالمقصد أن يواصل أولادنا نشر رسالة الإسلام بين غير المسلمين. ومش لازم يكون الابن داعية أو لازم تكون البنت داعية، مش لازم يكون فقيه أو شيخ، بس هو على الأقل سلوك ممكن يكون طبيب وداعية في نفس الوقت بسلوكياته وأخلاقياته. ده إحنا إلى الآن تقريبا 5 شهور في المسجد ما زلنا بنبحث عن شاب يترجم لنا خطبة الجمعة. هو المفروض أصلا الذي يترجم خطبة الجمعة الشباب، مش 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 حد يعني جاء كبيرا هنا لا، يكون من الأولاد اللي هم تعلموا لما عندهم 15 سنة و 16 سنة و 20 هم دول اللي يترجموا الخطبة. تعطى لهم مثلا يعطيهم الخطبة يوم الأربعاء ويوم الخميس ويقومون بترجمتها من العربية إلى الإيطالية وبعد ذلك يلقونها على الناس. ده الأساس. ما فممكن يكون عنده أي مهنة من المهن ومع ذلك هو داعية. الداعية شيء والشيخ شيء آخر، كما قلت ربما في خطبة جمعة سابقة قلت بأننا لابد أن نفرق بين الدعوة وبين الايه وبين المفتي أو العالم بأحكام الشريعة. أي واحد فينا هو داع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا في الإسلام ليس هناك مصطلح اسمه رجال الدين. احنا أحيانا البعض من الناس خطأ يطلق على علماء الدين رجال الدين، وهذا مصطلح خاطئ، لأن أي مسلم هو رجل من رجال الدين. أنت رجل من رجال الدين وهذا رجل من رجال الدين، لكن العلماء علماء الشريعة نسميهم علماء الايه؟ علماء الدين، يعني عالم بأحكام الشريعة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور ايه؟ مجتمعات لا يعلمها كثير من الناس، إنما يعلمها الايه؟ العلماء الذين تخصصوا في هذه المدينة. حتى علماء الشريعة هم على درجات وفي تخصصات، يعني ممكن تجد واحد ملم بالأحكام الشرعية والفقهية وما يكونش ملم مثلا بمصطلح الحديث وبهذه الأمور، ممكن يكون واحد مثلا ملم بالحديث وعلومي ومصطلح إلى آخره وليس عنده إلمام كافي بالأحكام الفقهية وبالأحكام الشرعية. ممكن تجد واحد يتخصص في العلوم العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة وقواعد إلى آخره وهو غير متخصص مثلا في أمور أخرى وهكذا. يعني حتى علماء الشريعة أنفسهم متخصصين كل واحد في ميدان. فالأمور محتاجة إلى إيه؟ إلى 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 ترتيب الأفكار في ذهن المسلم الذي يعيش في أوروبا، وأنه يكون عنده النية، عنده نيته أنه يكون ابنه أو بنته في يوم من الأيام داعي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء باللسان أو بالسلوك وبالعمل يعرفه. ما هو برضه فاقد الشيء لا يعطيه، ما هو أصلا يعني كيف أنه هو إذا كان الابن لا يعرف شيء عن الإسلام أو البنت لا تعرف شيء عن الإسلام كيف سيوصل رسالة الإسلام إلى غير الايه؟ إلى غير المسلمين. أضف إلى هذا أن احنا ربما البعض من الإخوة لا يعرف هذه الأمور، أن احنا في موجود في إيطاليا بعض من الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية، يعني متخصصة في هذا الميدان. أما طبعا بيسموها في الجامعات الإيطالية بأقسام الاستشراق، وفي كل وفي جامعات في جامعات مش كليات، تعرف الجامعة يعني بتحتوي على عدة ايه كليات، في جامعات متخصصة في هذا الميدان. في جامعة موجودة في نابولي في الجنوب ودي من أقدم الجامعات التي تدرس الشريعة الإسلامية والفلسفة الإسلامية والأدب الإسلامي والقرآن والعقيدة الإسلامية للإيطاليين وغيرهم. وفي جامعة موجودة في فينيسيا، في أخرى موجودة في ميلانو، إضافة إلى كليات متخصصة في هذه الأمور تقريبا موجودة في كل يعني في ممكن يكون مثلا في كل بروفينشا موجود كلية من الكليات تدرس هذه العلوم. احنا ربما اي نعم اولادنا لو دخلوا مثلا هذه الاقسام او هذه الكليات لابد ان يكون عندهم حصانه فكريه، انهم اكيد في بعض الامور سيلقنونها لهم
يعني مخالفة لكثير من الأحكام الشرعية، أو مخالفة لكثير من الأمور الفكرية والعقدية، لأنه هي يعني مش هيدرسوهم الإسلام بنفس الطريقة التي ندرس بها في جامعاتنا الإسلامية، بل بالعكس ده هم ينتقدون الإسلام. فلازم يكون الأولاد عندهم حصانة فكرية، ويكون المسجد له دور، ويكون الآباء لهم دور في هذه الأمور. بس على الأقل حينما يخرج الأولاد متخصصين حتى من هذه الكليات، بيعرفوا ماذا يقول الآخرون عن الإيه؟ عن الإسلام، حتى يستطيعوا أنهم يردوا الشبهات عن الإيه؟ عن الإسلام. فلازم يكون في حد من الجالس واحد على الأقل أو اثنين، يعني زي ربنا سبحانه وتعالى ما بين لنا في سورة العمران، في سورة العمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررة. يعني يكون عنده نظر أو عنده عهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الولد أو هذه البنت يعني نظرها لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الولد نظره لله ان هو يلم بهذا الامور. لان احنا يعني مهما كان، انا مثلا الفقهاء الذين اتوا، يعني الذين اتوا من مصر ولا من المغرب ولا شيء، دول احنا يعني رسالتنا ان احنا نحافظ على المسلمين الموجودين هنا. لكن من يعني مهما كانت برضو قدرات الواحد فينا، فهي هتكون قدرات قاصره على ان هو يوصل الاسلام لغير الايه، لغير المسلمين. يعني ما هو لابد من الاعتراف بهذا الامر. لكن من اللي يقدر يوصل الاسلام لغير المسلمين؟ ابناؤنا الذين تخصصوا في هذه الايه، في هذه الماده. فدي كانت بس كده، يعني لابد ان احنا نراعي هذا الامر ونعمل على تحقيق هذه الاهداف، ان يكون اولادنا قرة عين لنا في حياتنا طالما نحن أحياء، أن يكون أولادنا صدقة جارية لنا بعد وفاتنا، حتى بعد ما نموت بس ذكرانا موجودة في أولادنا. وبعدين أن يكون أولادنا هم الذين يواصلون نشر رسالة الإسلام بين غير الإيه؟ بين غير المسلمين. المساجد طبعا معظم المساجد، يعني مش مسجد روفرتو وحده، يعني معظم المساجد بتشتكي من قلة وجود الشباب. لكن أنا الحمد لله أنا شايف إن في بعض الأولاد، في بعض أي شوف، لازم تعرف إن ابنك طالما عنده 12 سنة كما سنبين الآن، لازم يجي معاك المسجد، أصبح مكلف، لا تتركه في البيت. يعني الآن في أجازة، سايبه في البيت ليه؟ ده لا يترك في البيت، أنت أتيت إلى المسجد يأتي معك، أصبح مكلف. يعني أنا عارف يعني أصبح مكلف، يعني أصبح رجل مكلف بأحكام الشريعة الإسلامية. البنت كذلك أصبحت مكلفة بأحكام الشريعة الإسلامية طالما نزل عليها دم الحيض. الولد طالما بلغ سن البلوغ أصبح مكلف، لابد أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويصلي في جماعة، يأتي معك إلى صلاة الجمعة، تعرفه أن صلاة الجمعة فرض عين عليه، مش واجب، ده فرض، ولازم تأخذ له إذن من المدرسة التي يدرس فيها وتمر عليه وتأتي به، وهكذا لا تتركه تقول لا ده مازال صغير. ده مازال صغير، ده كان لما عنده 3 سنوات، 4 سنوات، 5 6 سنوات. ده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرون بالصلاة لإيه؟ لسبع. كده يعني 7 سنوات يتعود، 8 سنوات، 9 سنوات، بس لما يوصل سن العاشرة واضربوهم علي العشر، 10 سنوات، وبعدين تفرق بينهم في المضاجع. وأحيانا بعض الناس يقول لك لا ابنه عنده 13 سنة ولا 15، يقول لك مازال صغير. ايه مازال صغير؟ ما اللي هيبقى كبير امتى؟ ده لما يبقى عنده 20 سنة. يعني ده كما قلت أصبح عارف يعني مكلف. مكلف ده يعني وجب عليه غسل الجمعة، وجب عليه، فرض عليه الصيام، فرضت عليه أحكام الشريعة، لو ارتكب أي أمر من الأمور المحرمة يعاقب عليه، وهكذا أصبح مكلف صاحب تكليف. فالأولاد يعني أمانة في أعناقنا، لابد أن نهتم بها، وخاصة في الهدف الثالث الذي ذكرته وأعيد أكرره لعل الله سبحانه وتعالى يخرج في هذه الليلة المباركة واحد يكون عنده كده نظر إن هو يقول والله يعني كأم مريم عليه السلام: ربي إني نظرت هذا الولد لله سبحانه وتعالى. أن يكون ابنه يواصل نشر رسالة الإسلام بين غير المسلمين.